متابعات راديو ام في عدد اليوم لمرانج ساكتين عدد خاص. اول مره نديروا مرانج ساكتين ولا اول مره نطلع عليكم في حصه مرانج ساكتين نهار السبت. اليوم يعيش الجزائريون يوم انتخابات، اول انتخابات تشريعيه او انتخابات برلمانيه تشهدها البلاد بعد عبد العزيز بوتفليقه، بعد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقه. هي سبع انتخابات برلمانيه منذ 30 سنه، وانتخابات يعني تعرف ولا جات في وسط شكوك الأوساط السياسية والشعبية حول إمكانية العزوف واسع أو لا. في هذا الحصة قررنا نمد لكم الكلمة، قررنا نديروها اليوم باش نمد لكم الكلمة. استصلوا بنا، قولوا لنا يعني ما هي توقعاتكم حول المشاركة أو لا أو العزوف لنهار اليوم إلى vous avez voté ou pas. مساء الخير أنيس. مساء الخير أميرة. j'ai pas de retour. Très mauvais retour. J'espère que vous avez ملاح مرحبا بكم في هذا العرس الانتخابي. العرس الانتخابي، وعلاش العرس الانتخابي؟ هم يقولوا عرس انتخابي، قلت عرس انتخابي. نذكر انه اكثر من 24 مليون ناخب جزائري يدلي، من المفروض انه راح يدلي باصوات، يدلي بصوته اليوم السبت في عده قوائم. كاين بزاف قوائم. نذكر انه كاين بزاف احداث رافقت نهار اليوم، عرفتها عده بلديات لنهار اليوم، بلديات كذلك مثلا بلدية من ولاية البويرة حيزر، بلدية حيزر عرفت مناوشات بين رجال الأمن ومتظاهرين قاموا بغلق مراكز الانتخاب رافضين كل لكل ما يشير إلى تنظيم هذه الانتخابات. راح يكونوا اتصالات مع صحفيو راديو أم اللي غطاوا مجريات صباح اليوم الانتخابات. راح يكون كذلك تكون معنا مشاركة بعض المرشحين في مختلف ولايات الجزائر، مختلف القوائم، باش ربما نطرحوا عليهم أسئلة حول حول الأمور، حول كل ما له ما يشير إلى الانتخابات، حول الحملة الانتخابية. لما لا نعود نقولوا ربما الحملة الانتخابية اللي عرفت العديد، يعني اللي عرفت شهدت خرجات غريبة ومواقف لرؤساء أحزاب في خلال هذه الحملة الانتخابية. ما هي آراءكم حول البرامج المقترحة في هذه الانتخابات ولا خلال الحملات الانتخابية؟ دونك دائما على 077-776-698 اتصلوا بنا اليوم، فضاء مفتوح المرانج ساكتين راح يكون لكم حول الانتخابات. قولوا لنا إلى صوتوا ولا لا في كلتا الحالتين، قولوا لنا وعلاش اخترتوا أنكم صوتوا في حالة ما صوتوش، قولوا لنا وعلاش اخترتوا عدم التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية. Comme tu as dit Amira Boujma, déjà salut, c'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau depuis pratiquement deux mois. C'est vrai. Ça fait plaisir. Donc 24 425 187 électeurs seraient attendus dans le meilleur des cas, dans une utopie qui n'existe pas, parce que quand il y a une ouzouf qui m'a contrôlé Amira Boujma, il y a une lira humour taqab ou qui m'a que je fais en Kabylie, le balad qaba elle est متعود انه يعزف الانتخابات و tout ce qui enfin ils sont un peu bon, pas un peu beaucoup يعني anti enfin un peu dans l'opposition surtout dans ces conditions là alors où plus de 220 détenus d'opinion mazal hom fi في في الحباس تاع الجزائر. دونك كيما كنت نقول ان بو بلو دو 24 مليون ديليكتور سوريت اتوندو دون لو ميور دي كا دونز اون ايتوبي كي نيكزيست با اوجوردي اون الجيري. 23 مليون دونتر 522 322 سون اتوندو ا لانتيريور دو باي اون بلوس دو 902865 دون لا دياسبورا الجيريان. دونك افان ديلير بور 5 ان لي 407 ديبوتي دو لا 9ييم ليجيسلاتور دو لاسامبلي بوبولار ناسيونال الجيري ا بروسيدي اوجوردي aux élections législatives dites du président Tebboune, parce que c'est lui qui les a instigées. Elles étaient prévues pour l'année 2022, mais carbone, c'est des élections qui ont été anticipées, histoire d'asseoir une meilleure assise politique, parce qu'on a un ou le gouvernement ماله تكون عنده بالك اكثر شرعيه دستوريه ويعني اكثر بالك شعبيه في وجهه النظر تاعهم.
On va parler aussi du système électoral. On peut expliquer un peu, Amira, comment ça se passe justement par rapport au système électoral du Parlement qui est dit bicaméral. Il y a un système. Un état, ok. نستقبلوا أول اتصال لي عدد اليوم فتحي غراس المنسق الوطني للام دي اس. أهلا فتحي غراس. Je sais même pas si notre invité m'entend ou m'écoute. Anis. اسمع فيا مرحبا بك الأستاذ. أهلا أستاذ فتحي غراس. اسمع فينا؟ أنا نسمع وي. إيه بات خير بيان. راح نواصلوا لأنه المرة الأولى ما قدرناش نهضروا معك. ربما قبل ما نروح لموضوع العسوف ولا لا يعني بصفة عامة ما هي أسباب عسوف MDS عن الانتخابات التشريعية؟ ما نسميش أنا عسوف. نحن في بروسيس جديد. الجزائر دخلت في مسار ثوري. مسار ثوري ليحدد المعالم تاعو الشعب الجزائري أبريل 22/2019 سقف تاع المطالب تاع الجزائريين طلع. كسر لو كومبرومي اللي كان موجود قبل 2019 اللي ورثناه من 1988 وروح تعطلنا سوتو في العشريه السوداء جا بوتفليقه كمل وغذى هذاك لو كومبرومي بالفساد وبالبحبوحه الماليه لي زارجيريان داوسو ابري 2001 سوتو وصرا مع 2001 اللي 128 مارتير فتح باب جديد الموفمون سيتوايا الحركات الاحتجاجيه شيئا فشيئا تراكمت هذيك لحقت وين لحقنا المنعطف التاريخي قفزه نوعيه الشعب الجزائري قال اون بو با كونتيني دون لو كومبرومي اونسيان ما نقدروش نكملوا في التسويات القديمه الانتخابات كما كانت من قبل ما عندها حتى مردوديه سياسيه ماهيش راح تاثر في الحياه تاع الجزائريين كيف يلزم نحيوا النظام هذايا ونديروا انتخابات حقيقة ديمقراطية وين تكرس السيادة الشعبية تحت سقف دولة الحق والقانون كيف اكتوالمون ما يسمى حاليا بالانتخابات انا ما نقدرش نسميها انتخابات يعني كارنفال هذا عبارة عن طقوسية يعني ريتوال يشبه الشيء اسمه انتخابات اللي زارجينا رافضين في اغلبيتهم هذا الطقوسية وهذا الريتوال هذا يا كي اونغيريتي لي لا بور الي لا بور كاسي لي لون ريفوليسيونير والاندفاع الثوري تاع الحراك الشعبي اللي راهو يطمح لتاسيس اعاده تاسيس الجمهوريه الجزائريه على اسس جديده اسس الديمقراطيه اسس دوله الحق والقانون اسكي في كو اكتوالمون واش راهو يدير النظام راهو يحاول يكسر هذا الشيء بهذه الطقوسيه هذه بهذا الكرنفال السياسي المبتذل في جو قمعي ما نساوش بلي شنو صار يا الحباس البارح برك خطفوا القاضي احسان القاضي يوم الخميس نعم وخالد راني ومواطنين واحد اخرين نهضروا على انتخابات في جو تاع القمع وجو تاع الاستبداد صحيح استاذ غراس انتم كنت تقولوا يعني الاغلبيه راح تقاطع ويعني ما راهيش معنيه ماشي ما تقاطع ماهيش معنيه بهذا العرس الانتخابي اونتر كيمي الرئيس تبونه يقول نسبه المشاركه في انتخابات لا تهمني وعلى المقاطعين احترام راي الاغلبيه يعني من جهته هو يقول الاغلبيه رايحه تفوطي دونك مش الشعب ماشي ما يهموش نسبه مش الشعب ما يهمو لا الشعب لا واش يخمموا الناس ما يهموش حاجه خارج المصالح الضيقه تاع النظام السياسي اللي هو يمثله على كل حال والناس اللي راهم حاكمين البلاد. يعني هذا حكم شمولي ربما اكثر من ذلك حكم ديكتاتوري كيما تكونش انت يعني تستمع لطائفه يعني وربما تكون طائفه كبيره جدا من المجتمع هذا يعني بالك يفوق على الحكم الشمولي. هو ماهوش قادر يلعب رول تاع ان بريزيدون هو ماهوش فاهم الرول تاعو حطوه اللي جابوه حطوه وقالوا له راك راح تلعب دور رئيس دير تمثيليه مثل وكانك رئيس جمهوريه ماهوش قادر ماهوش فاهم الرول تاعو الا غيفا ادخ لو بريزيدون دو تو لي زالجيريان بالشروط تاع المنظومه السياسيه اللي حطاته لان كي يجي انسان يحكم دوله ويقسم الجزائريين على اساس المزاج تاعو ها المزاج السياسي تاعو كاين حراك أصيل مبارك يسميه وكاين شرذمه سافو دير اللي ماشي معايا ينزع منهم حتى صفه المواطنه يولي محسوبين على شيء اسمه الطابور الخامس الى غيفا انكارني لورو باسكو اون ريتي دون دي ديموكراسي ولا دون دي زيتا كي ريسبكت داخل حتى انظمه سياسيه توصف بالاستبداد روح حتى الدول وين ما كانش فيها الديمقراطيه الرئيس يلعب دور تاع رئيس كل
استاذ غراس يعني كاين العديد من المختصين علاش لا كيفاش وصول باسكو الحصار فيريتا ويكشف في الطبيعه تاع المنظومه السياسيه الحاليه سي كو راهو صح تحت الضغط النظام راهو تحت الضغط تاع الحراك الشعبي تاع المناخ الثوري سي بور سا النظام راهو في موقف دفاعي والموقف الدفاعي توجور يخليك تكشف وتنكشف امام الخصوم تاعك والاعداء تاعك. فتحي غراس نعاود نولي لبعض الاحداث احداث اليوم يوم الانتخاب عرفت منطقه حيزر ولايه البويره مناوشات بين رجال الامن ومتظاهرين قاموا بغلق مراكز الانتخاب رافضين كل ما يشير الى تنظيم الانتخابات. هذه المناوشات وهل يدل عن فعلا استياء واسع من الانتخابات استياء او سؤم المواطنين الانتخابات أو فقط هو فعل منعزل؟ استياء مش استياء الناس راهي في ثورة ماهيش مستاءه ما ناش في قبل 2019 وين الناس كانت دير دي زيموت وكانت مستاءه وتحاول تضغط على السلطه ومن يمثلها باش تجيبهم للتفاوض وتنتزع منهم اقصى ما يمكن انتزاعه. ما ناش في هذا السيتويشن انا في صدام مع النظام اللي راهو حوس يحافظ على المصالح تاعو كيما كانوا من قبل والشعب الجزائري راهو يحوس التغيير الديمقراطي بس كي كان راه في صدام الناس يدخل الحباس الناس راهم في الحباس راهم كيرف بلا فان الناس اضراب على الطعام صدق حتى ولا الاضراب على الطعام ولا بور سو بوفوار ما شوف ماشي يعني بي فينومين ولا حاجه غير موجوده صدق امن المواطن حقوق المواطنين سواء اللي راهو في الحباس ولا خارج الحباس ماهوش معني بها، هو معني بحاجه واحده، معني ينجح العمليه السياسيه تاعو، والعمليه السياسيه تاعو مبنيه على حاجه واحده فوليه والطياب، انا برك لي نيكزيستي لا اريكم الا ما ارى، والشعب الجزائري ما هو الا تابع ورابح للاراده تاع السلطه، طيب النظام هذايا راهو حاب يقلب على كل حال موجوده من قبل، مي هذه خرج لها طاي طاي، صدق يبني دوله ماشي من اجل دوله تكون خادمه للشعب، حب دوله تكون خادمه للطغمه للعصابه لا حاكمه ولا مش حابه كما قالك تسمح في المصالح تاعها، اسكي في اون با لو شوا حنايا، صدق الصدام مع السلطه بالطرق السلميه بالطرق الديمقراطيه هو الحل الوحيد باش نحطوا الجزائر في الحاجه اللي انا حابينها معناتها دوله القانون، دوله ديمقراطيه، دوله التنميه، دوله اللي تخدم الجزائريين وتكرس حقيقة المواطنة ما تجيبش مسؤولين يقولوا لنا من نعم على بالناش بكم تفوطي ولا ما تفوطيوش نسبة المشاركة 0.5% عبارة عن هنا قاعدين فالو فوندي دي بي كي تريسبكت أنظمة كي تشوف نسبة المشاركة رابطة تعتبرها أزمة داخل الأنظمة الديمقراطية احنا ما يهموش نعم دولة الكفاءات هذا واش انا نحوسو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا فتحي غراس شكرا مع السلامة. مازال دائما على ما راناش ساكتين هذه الحصة الخاصة اللي خصصناها الانتخابات التشريعية اتصلوا بنا على 077-77-66-98 ولا كتبوا لنا كومنتار صوتوا ولا لا اسكو فوتيتوا ولا لا كما كاين في لو تيتر اتصلوا بنا شاركونا حديث اليوم العرس الانتخابي peut-être qu'on va donner les premiers résultats qui ont été donnés الصباح 2 heures après l'ouverture des bureaux de vote حلوا 8 تاع الصباح على 10 النسبه d'après le président de l'autorité électorale indépendante en Algérie Lani Mohamed Sharfi le taux de participation aux élections législatives s'est élevé à 3,72% jusqu'à 10 heures du matin soit 2 heures après l'ouverture des bureaux de vote À 13h, 10,02%. Voilà. On va se retrouver juste après... Nous allons faire un petit peu de temps et nous allons nous retrouver avec nous. Alain. Malin, je sais pas où faire. On est de retour, c'est bon ? On est de retour sur le plateau de Radio Am en compagnie de Amira Boujma pour votre émission Malana Sakting, garante de la liberté d'expression et protectrice de votre pensée. Malana Mokalama Hatifia. Okhara fi nahar el yom. Naam, afwan, zamili, amna yitassal ma'nd Hussam Ebril, murashah li tashri'iyat 'ala al-qa'ima al-hurra al-Jazair Amina. Ahlan Hussam. Ahlan, marhaban bikum, ma'akum mutarashih Ebril Hussam, shukran al-istidafa.
اهلا بكم استاذ. على قبولك المشاركه في ما راناش ساكتين لنمدوا الراي والراي الاخر، نتحدثوا مع مرشحين، نتحدثوا كذلك مع مواطنين باش نعرفوا عن الى صوتوا اليوم ولا لا، الى يشاركوا في الانتخابات ولا لا. ربما انا جايو ديزيكو من عند الزملاء انه كانت هناك صعوبات مع المخترعين فيما يخص طريقه الانتخاب. نعم، هل لاحظتم هذا في مراكز الاقتراع حسام مبرير؟ نعم، اولا اود فقط صحيح بالنسبه لاسم القائمه، اسم صحيح الكامل هو الجزائر امانه وليس الجزائر امينه كما نعم الجزائر امانه. عفوا. نعم. بالنسبه لتوقعات ونسب التصويت بالنسبه للشرعيات 12 جوان 2021، طبعا الاقبال كالعاده مثل الانتخابات السابقه المختلفه، نسب طبعا تبدا ضعيفه دائما ثم تتزايد تدريجيا، لا نقول انها نسب كبيره لكن خاصه نتوقع انه النسب تكون عاده مرتفعه نوعا ما في المساء. نعم. سؤال كان، معليش نعود نطرح لك سؤال، كنت طرحت سؤال عن فيما طريقة الانتخاب بما أنها مختلفة، وإحنا كنا عرفنا من عند الزملاء اللي غطوا عملية الاقتراع صباح اليوم أنه شافوا أنه المواطنين واجهوا صعوبات مع المقترعين. نعم طبعا، لأنه بفضل تعديل دستوري وتعديل قانون العضوي للانتخابات اللي صدر في الجريدة الرسمية في شهر مارس 2021، تم تغيير طريقة التصويت طبعا والاعتماد على الشطب المباشر أو الاختيار المباشر للمترشح الذي يرغب فيه الناخب، يعني وفق قناعات ومبادئ وفق البرامج والكفاءات والنزاهة والمصداقية إلى آخره. يعني هذا التغيير اللي ما كانش من قبل في الانتخابات البرلمانية السابقة، بحيث كان هناك نظام متصدر أو رأس القائمة، المواطن البسيط عود على النظام السابق. الآن يعني ما نقولش أنه هذا النظام الجديد فاجئه، لكن نوعا ما يعني لم يتعود عليه، لكن يعني هو نظام بسيط بحيث أنه المواطن البسيط يقوم بوضع علامة في أو إكس أمام صورة واسم المترشح الذي يرغب في التصويت عليه. عنده كذلك عنده عدة خيارات، بحيث يا إما أولا يضع القائمة كاملة دون شطب أي مترشح فيتحصل كل المترشحين على صوت بالنسبة لكل مترشح في القائمة وعددهم 36 بالنسبة للعاصمة طبعا، أو وضع علامة في أمام المترشح الذي هو مقتنع به أو عدة مترشحين، المهم فقط أنه العدد لا يتجاوز 34 مترشح لكي لا تلغى أو لا تعتبر الورقة ملغاة. نعم، وهل كانت يعني هل لاحظتوا يعني صعوبات خاصة صباح اليوم مع المقترعين في مراكز الاقتراع؟ لا نوعا ما، يعني لأنه اليوم تقريبا معظم الكتلة الناخبة يعني معظمهم خاصة شباب واعيين مثقفين ذو مستويات علمية عالية، يعني ما نظنش يلقاو صعوبات، ربما فقط مع هذه الصعوبات تكون فقط بالنسبة لبعض المسنين أو بعض الأميين، يعني هذا ربما يواجهوا بعض الصعوبات. أنا أظن أستاذ أنه صعوبات يعني واجهها ماشي غير المواطنين، مام لي زاجون دو بيرو دو فوت، كان عندنا اون كولاك صباحها كانت دور في ألجي، يعني اللي يقوموا بعملية الفرز هما ما على بالهمش يعني ما فهموش الطريقة الجديدة هذه، فكيف لهم أن يقوموا بعملية الفرز؟ لا، الفرز راح يتم عبر عدة مراحل. أولا الفرز الأولي راح يكون للقوائم، يعني نشوفوا ما هي القائمة المتصدرة من حيث عدد الأصوات، وبعدها طبعا راح تكون المرحلة الثانية اللي هي الفرز داخل القائمة الواحدة، لأنه أولا باش نشوف القوائم اللي تخطط نسبة 5% الإقصائية، لأنه جميع أو أي قائمة لا تتخطى أو لا تتحصل على 5% تقصى مباشرة والأصوات تحم تروح لبقية القوائم الأخرى، تستفيد منها بقية القوائم الأخرى اللي جاوزت نسبة 5%، طبعا هذا ما يزيد من نسبة حصولها على مقاعد أكثر في البرلمان. أما بالنسبة لعملية الفرز الثانية لما ندخل المرحلة الثانية، طبعا تأتي مرحلة الفرز الداخلية، يعني داخل القائمة الواحدة طبعا احنا قلنا بلي كاين 36 مترشح، وطبعا يتم ترتيبهم حسب من الأول إلى رقم 36 حسب المترشح اللي يتحصل على أكبر عدد من الأصوات، يعني ونظرا لعدد القوائم الكثيرة والمترشحين الكثيرين، فطبعا العملية هذه المرة تطول نوعا ما وتأخذ مدة يعني أكثر مما سبق في الماضي. نعم، ربما حتى غدا إن شاء الله. يعني نبدأ بالقوائم ومن بعد نروحوا للمترشحين أنفسهم، يعني بالضبط الفرز يكون حسب القوائم أولا،
تكون فيه نسبة الإقصائية راح تقصي الكثير من القوائم. المصوتين اللي صوتوا على القوائم اللي ما تحصلتش على 5% تروح مباشرة تستفيد منها القوائم الأخرى اللي تخطط نسبة 5%. بعدها ندخل في المرحلة الثانية اللي هي طبعا الفرز داخل القائمة الواحدة ونرتبهم من الأول إلى 36 نشوفوا طبعا كم تتحصل هذه القائمة على عدد المقاعد في البرلمان. أستاذ كيف أنتم يعني بسبب يعني شخصكم أنتم كيف يعني تتحسسون عملية التمثيل هذه عبر البرلمان؟ كي نشوفوا إحنا بلاد القبائل ما يفوتيوش وكي نشوفوا يعني القمع والاعتقالات أكثر من 220 معتقل في سجون الجزائر اليوم، نشوفوا المادات لارتيك 87 بيس يعني دو لاموندمون ليبرتيسيت جديد هذا تاع الكود بينال اللي يعني يقول لك باللي كل يعني توت اكت فيزون لا سيكوريتي دو ليتا اي لونيتي ناسيونال اي لا ستابيليتي دو فونكسيونمون نورمال اي كونسيديري كوم ايتون يعني عمل ارهابي. كيف يعني انتم تتحسسون ولا يعني هذا التمثيل اليوم في ظل هذا يعني الاجراءات هذه، هل هو تمثيل بحق يعني بحق الكلمة؟ طبعا بالنسبة للمجتمع الجزائري هناك من يعارض هذه الانتخابات ونحن كلنا، وهناك من هو مع هذه الانتخابات ونحن نحترم رأي الجميع لأن الجزائر تسعنا جميعا بمختلف إيديولوجياتنا بمختلف أفكارنا إلى آخره. هناك من يعارض وهناك من هو للانتخابات وهناك من هو في الحبس في السجن يعني. طبعا نحن لا نتدخل في عمل السلطات سواء الأمنية أو القضائية، طبعا هي تدرك جيدا عملها، تعمل وفق أطر قانونية دستورية، فطبعا هذه من صلاحياتها إذا رأت أنه فيه أنها تعتقل شخص معين فلها الصلاحية الكاملة. نحن طبعا لا نملك كل التفاصيل لماذا اعتقل هذا الشخص أو لم يعتقل شخص آخر، وهي يعني ليست من صلاحيتنا. أستاذك تقول أنك تعمل بدستور ولكن قانون الإعلام تتجاهله الإدارة وتستعمل قانون العقوبات مثلا في دون لو كادو كاراش له محبوس في تمنراست ما طبقش عليه قانون الإعلام، طبق عليه قانون العقوبات، والمادة 141 في على سبيل المثال آخر التي تحمي من قانون العقوبات التي تحمي كل ما يؤثر على أحكام القضاء يعني ويعاقب على ذلك. وكي نشوف احنا الرئيس تبون دار هذه الجمعة خالد درارني اليا في يعني ان بروسي بوبليك وعاود دارها الكراش اللي قال لك هو يشعل النار ألوغكو القانون يحميه كالصحفي كراش بالمادة 141 من قانون العقوبات. يعني كي نشوفوا هكا الدستور هذايا سي كونستيتيوشن ا جيومتري فاريابل يعني تتبدل دو بوا دو ميزور. دونك دستور وي كاين لي تكست مي ماشي لا يطبق به ولا يعمل به الا اذا يعني خرج عليهم. ما قولكم في هذا استاذ؟ طبعا نحن ندرك جيدا انه الجزائر تمر بظرف حساس نوعا ما ليست مثل الظروف السابقه. نعم. فيه طبعا المواطن الجزائري وفق الدستور الجزائري له العديد من الحقوق والحريات من بينها الحق في التظاهر وفق ما يكفله الدستور والقانون الجزائري. نعم. له الحق في حرية الكلمة والإعلام وفق الأطر القانونية طبعا بدون تجريح أو بدون تهديد أو بدون ما يمس أمن الدولة إلى آخره. نعم. شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك. شكرا جزيلا حسام برير مترشح لتشريعيات من القائمة الحرة الجزائر أمانة. شكرا على شجاعتكم كي vous avez participé avec nous parce que c'est pas le cas de tout le monde. مازال دائما على ما رانا ساكتين في هذه الحصة الخاصة بالانتخابات التشريعية لنهار اليوم. كتبوا لنا كومونتير راح نحاول نقرا فو كومونتير ولا اتصلوا بنا على 077-66 الرقم اللي حتشوفوه 66-98-07 نعاود الرقم 077-77-66-98 راكو حتلقاوه تحت الشاشة تاع عدد اليوم. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نلو بقاو معنا. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين مع ليندا عبو صحفية اللي غطات مجريات الانتخابات التشريعية لنهار اليوم او لصباح اليوم. اهلا ليندا. مساء الخير أميرة، مساء الخير حمزة وكل اللي راهم يتابعوا فينا وفيكم اليوم. مرحبا بك ليندا في معنا في مراناش ساكتين. احكي لنا ليندا أجواء الاقتراع، قولي لنا وين غطيتي أي مكاتب اقتراع لنهار اليوم؟
أنا يعني غطيت في صبيحة اليوم مكاتب عدة مكاتب اقتراع ديسونتر مراكز اقتراع في بلدية عين بنيان والحمامات كذلك جوست اكوتي ماشي بعيد على عين بنيان. يجفو دغي بارلي على ان بوان هكذا محدد وين بون بور لومبيونس سيتي فريمون ديفيرون على الانتخابات اللي فاتوا. كنت غطيت الاستفتاء على الدستور غطيت يعني الانتخابات الرئاسيه وين كاين ديسبوزيتيف سيكوريتير وين كنا نحسوا باللي سي طونجو ولا اليوم سيتي ان بو كيما يوم عادي ما يبانش يوم انتخاب الناس تمشي في شغلاتها يعني كنت غطيت في الصباح تما الناس كانت تقضي تمشي يوفي با اون امبيونس هكذا تاع انتخابات سبيسيال. والشيء اللي اثار الانتباه ديالي كي رحت في التغطيه ولا ما شغل يعني جي شونجي سواء مع لي ديليكتور ولا مع الناس المؤطرين هذوك اللي يخدموا في المكاتب مكاتب الاقتراع سي لا ميثود دو فوت. هذه الخطره لاول مره داير تعمل واحد الطريقه تاع الانتخاب اللي مختلفه على المواعيد الانتخابيه اللي مقبل كانت صعوبه. نعم سافيك تيت دو ليست تتخير لا ليست وتحطها سيت فوا نو سي فوت اوفير لا ليست هذيك فيها 36 كانديدا كل كاين ديجا هنا في الجي كاين انا لي سونتر اللي شفتهم كاين 36 قائمه دونك شفت بلي الناس كانوا يعياو خاصه لي بيرسون زاجي نعم كيكون واحد كبير في السن كانوا فريمون يعياو ويقولوا بزاف 36 يدوا ان غون باكي يطيحوا لهم سيتي سا لامبيونس داخل لي بيرو اي ابري بصح كي قصدت معاهم هاد الناس بعد عمليه الاختراع تاعهم نقول لهم كيفاش اسكو على بالكم بلي تكوشي واسكو كوشيتو فاسيلمون باسكو لازم يخيروا في لا ليست بان سيغ دي بيرسون هضرت معاهم درت معاهم دي ميني انترفيو انسان واحد برك مواطن واحد برك اللي كان عارف باللي لازم الكوش على هذوك الخانات داخل القائمه اللي فيها 36 كونديدا نعم لي زوطر ما على بالهمش كانوا يحطوا لي ليست هذوك الورقه البيلتان هذوك يحطوا سون كوشي دونك سيتي فريمون شغل بيزار كيفاش هاد لا ميثود جديده تاع الاقتراع. ما تشوفيش ليندا انه مشكل ليندا ما تشوفيش انه مشكل في توصيل المعلومه ربما كان قبل من المفروض انه قبل الانتخابات تكون حملات باش يعني نفهموا المواطنين كيفيه الاقتراع. يعني كاين المختصين بزاف اللي حكاو عليها بصح ما نالتش حقها في الصحافه سي فغي ما كانش عمل هكاك تاع اتصال وين يفهموا الناس بهذه الطريقه تاع الاختراع ولكن لو بيغ اميره بون بعد هما لقاو ان سوليسيون السلطات الجزائريه قررت باللي القائمه اللي كينا با ايتي كوشي تحسب صوت لكل مترشح في تلك القائمه ولكن المشكل حتى لما تكلمت مع لي زاجون دو بيرو هذوك دو فوت الناس اللي يخدموا لتم ما يعرفوش هما ثاني سي سا لو بيغ امون راح يكون مشكل في النتائج هما اللي يديروا لو ديبويمون اي البونس. انا هضرت مع ناس يعني تيمونياج هذا نسيه الكل يخدموا لتم قالوا لي فوق خمسه مترشحين في القائمه الواحده تعتبر بلي القائمه ملغات اوغ نو لو بولتان هذاك ني با نول باسكو عندهم الناس لو دغوا يكوشيو حتى 34 مترشح في القائمه وهاد يعني الناس اللي راهم يخدموا في هاد المكاتب رايحين يلغيو قوائم اللي هي صحيحه على باز دونك سا جو سوبوز باللي راح يكون ان بروبليم في لي دو في النتائج هذا حيأثر مباشره على النتائج. نعم نظن هاد الشيء وراح يكون مفاجات فيما يخص النتائج فيما يخص التركيبه تاع البرلمان الجديد يعني صعب التكهن حول التركيبه تاعو كما قلت لك. في مناطق ليندا عبو ما كانش كاين يعني بطريقه شامله القوائم كما يعني في منطقه في بلاد القبائل يعني كاين وين صرا مشكل المشكل هذا تاع كان كافوياج كان فيما يخص القوائم. انا في عين بنيان كي رحت في لو بي في مكتوب بلي كاين 42 قائمه بصح في لي سونتر دو فوت لقيت كاين 36 وكاين ولايات وين راحوا مترشحين في قوائم ما صابوش القوائم ديالهم في لي بيو دو فوت القوائم دو ما طاروا. وفيما يخص منطقه القبائل فرونشمون جو ني با سويفي باش ما نقولش معلومات خاطئه ولا نعمل قراءه اللي ما عنديش عليها معلومات. انا راح نجوزو لا فيديو جوست ابخي لابيل تاعك. فوالا انا خدمت هنا في الجي دونك بور لانستون هذا واش عندي معلومات. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.
يعطيك الصحة. وليزيماج اللي كنا نشوفوا فيهم كنت اون ايتي اون تران بارلي لين دعبو سيتي سي العملية الانتخابية في بعض مكاتب التصويت بمتوسطة باستور وسط الجزائر العاصمة على الساعة 3:30. فوالا الصناديق كانت شوية فارغة. نروح نشوفوا لا فيديو كو لو ميديا الخبر افي بوبليي الصباح على قائمة يعني ما لقاتش روحها في مكتب التصويت. امين من فضلك. عقدنا العزم ما كانش، حكينا وهضرنا وريكلامينا، قال لك ايرار. مش معناتها ايرار، يعني هناك تجاوزات. هذه ما ناش احنا نسكتوا عليها، احنا اللي عطاه الصندوق بصحته الله في الديمقراطية، صعبه نديروا المزات هذه الفيجاس هذه تاع التسعينات ما تكزيستيش. احنا ماذا بين خلاص هذيك تشمع داكور، بسكم اللي وقعت فيها حاجة كيما دي خلاص ما بقاش. ودرك انا هي دخلت باش نفوت، راني مضيف كي دخلت وحوست على القائمه ما لقيتهاش. كي قلت لهم انا وراه القائمه وعقدنا العزم على قائمه وعقدنا العزم رقم 37. كي قلت لهم انا القائمه هاي مش محطوطه وين راحت، قال لك احنا ماهوش المشكل تاعنا، راه مشكل بلدي. كيفاه مشكل بلدي؟ منين هذا مشكل بلدي؟ المشكل البلدي خباته، ما على بالكش قداه كاينه قائمه، هاك على بالك بها كاينه 60 ولا 70، 70 قائمه. عاطينكم الارقام من واحد حتى الى النهايه، ويقول لك مناش، وقال لك من بعد رانا بلغنا. اخويا اللي عطاه الصندوق مبروك عليه. القانون ودولة المؤسسات. اللي عطاه الصندوق مبروك عليه. انتهينا من اللعبات هذه. عقلية التسعينات نزلنا فيها. انتهينا منها. هذه هي، ونطلبوا من هذا المركز هذا يتفرم. يتسكر. عاودة مجددا لي ما راناش ساكتين. هذا كاين غران سيربريز. نستقبل احسان القاضي الصحفي ومدير راديو ايمو مغرب ميرجون الذي اعتقل يوم الخميس الماضي مباشره بعد خروجه من مقر عمله هنا في راديو ام. مساء الخير القاضي. اهلا وسهلا. مرحبا بك، انا très ravi de vous avoir parmi nous. Merci, moi aussi je suis très ravi de vous retrouver. Très très ravi. Là, en fait, n'hack parce que je me rends compte qu'en fait il y a pire que rester 31 heures dans caserne de Antar. Des jours, je prenais dans ma salle, je garde l'histoire. Je devais toujours rire. On devrait pas en rire parce que pour la démocratie, on devrait vraiment pas en rire. Mais d'abord, même quand je suis le magasin de haut, là, quand on sait pas où la recarie est. Nous, où les ظروف اعتقال تاعك القاضي، حكي لنا كيف تم اعتقالك. لا انا خرجت ان كومونيكي بو اكسبليكي كذا الشيء اللي صرا باسكو الجمهور لازم يكون على باله الشيء اللي صرا. الاعتقال دار بصدفه هنا في ساحه اودان. خرجت استقبلت مواطن جاب لي ملف تاع الفساد، تكلمنا عليه. ملف تاع الفساد صحيح لا بي الى اخره، تكلمنا عليه. من بعد كي جا راه كان عندي موعد على 6، تفكرت بلي ما فطرتش، حبطت نشري حاجه باش ناكلها. لحقت الكارفور هنا تاع اودان قدام راجيري، تقدم واحد السيد خمس معايا ما نعرفوش، داير بافيت كيما انا داير بافيت. قلت له قدم نفسك، قال لي الامن ماذا بك تبعنا. فوالا ما حبيش. شفت اذا كان كش واحد من الناس تاع الحي شاف باللي راني رحنا في حاله اعتقال، ما حبيش نبريزونتي. وكنا طلبت منه، قلت له اسكو نروح نجيب حوايجي نجيب الاخر، قال لي لا قال لي نحن نعلن نقول الزملاء تاعي الى اخره. اذا 25 دقيقه من بعد لقيت روحي في كازيرنا تاع عنتر. على بالي بالكازيرنا تاع عنتر خاطر رفدوني في جوان 2020 صافي اون اني. دونك شكون لي ليو باسكو قالوا لي شرطه في الاول. لا ظهر ماشي شرطه، فات شرطه سياسيه. وي شرطه سياسيه. وي قبل ما نروحوا للظروف تاع الاعتقال ولا قبل ما نروحوا لاسباب الاعتقال، كيفاش كانت الظروف؟ كيفاش كانت المعامله؟ المعامله كانت الحق، المعامله كانت مليحه. الكولونيل اللي استقبلني تكلم معايا يعني يافي ان ديبا انفورمال ان ديبا انتيليكتويل، تكلمت عليه تانيك في الكومونيكي حول سان فرانكوفون. المره الاولى في جوان 2020 يافي با يافي ان سول فرانكوفون في خمسه اللي كانوا يسالوني. هذه المره لو برينسيبال انترلوكيتور تاعي كان تكلم معايا بالفرنساويه، يتبع الحصص تاع راديو ام، يعرف المنتوجات تاعنا. بس اني على حتى واحد منكم ما نهنيكم تو سويت. يونا كي الديبلوغ يقولوا ما غادي غدهم الحال زافو زافو سي داكور.
D'accord. Donc, Khadija, c'était ma salle de blad. Est-ce que l'Algérie. Est-ce que الجزائر جاهزة باش تعيش في مرحلة ديمقراطية؟ هذا هو النقاش اللي خذناه. نقاش أفلاطوني. نقاش أنا مجسد يعني في الواقع، لأنه الحراك طرح قضية النقلة الديمقراطية، والسلطة ما زالت تفكر، والجيش وداخل الجيش الجناح الأمني تاع الجيش ما زالوا يفكر باللي ربما ما زال ما حاش الوقت، وباللي الجزائريين ربما ما لقاش دير فيهم ثقة 100% في التصويت تاعهم إلى آخره، باللي يزم يكون ضمانات أكبر باش التيار الإسلامي ما يستولاش على الحكم، فيه بالتخوفات من هذا النوع. كان فيه نقاش كاين يعني علاقة مع الانتخابات التشريعية. هذا نقاش نقاش ما كاش مربوط يعني نقاش فريمون اللي ديتاشي دو لا سيتي ان بو سورياليست دايوغ. Mais comme on était dans une salle de réunion, machi, dans un bureau, derrière une machine ou là, c'était détendu, c'était détendu. Mais pour justifier quand même une vision totalitariste un petit peu. Ça voulait justifier surtout بلي انتما عندكم نيه ربما حسنه، انتما تيار ديمقراطيه، الناس اللي عندكم قيم عالميه وقيم تاع اخلاقيه بالنسبه لاحترام حقوق الانسان والحريات الى اخره، صحيح، لكن ربما ما عندكمش دارين على الواقع لب المجتمع الجزائري، ربما ما تعرفوش مليح. بون سي اون ديسكوسيون، سي با لا بروميير فوا كون انا اي. On a passé quand même beaucoup de temps, djaboulé l'acha, et puis à 22h, on a la discussion formelle. La discussion formelle, c'est question et réponse, c'est autre chose. Oui. Déjà, ce n'est plus le colonel Djaboulé, ça devient un semi interrogatoire, un semi l'instintak. Tal boumini, ktar marna, bach man semi l'instintak, khala hacha. Un procès-verbal, quoi. Bon, tu peux faire le procès-verbal. Bon, j'ai rappelé ce qu'est la jurisprudence taï. Je peux être un peu prétentieux. Je ne réponds pas aux questions qui sont liées aux opinions, à la pratique professionnelle, à mes relations. Surtout qu'à ce moment-là, tu ne savais pas pourquoi tu étais là. Pourquoi j'étais là. Pour qu'il y ait le débat détendu, le débat dont je parle, c'était parce que j'avais pu prévenir que j'étais détenu par la DGSI. Et j'ai dit je suis détenu par la DGSI au Matsnaounich. Pour le moment, j'ai pu communiquer cela. Donc, parce que j'ai ça ne fait pas partie des questions sur lesquelles je ne réponds pas. Sur ça, je peux répondre. Mais qu'est-ce que tu as Ou est-ce que tu as l'Arabie Zetot Ou est-ce que tu as l'Amin Boukhors Je ne sais pas la réponse. Je ne sais pas la réponse. Tu peux dire que tu pourrais être retenu contre retenu toi, contre moi, etc. Donc, je ne sais pas la réponse. Mais n'entamelche ma. Mais il y a eu une tension, par rapport les mon statut a changé. J'étais en garde à vue, n'hawli les objets personnels que nous andi quand j'ai dit que je répondais pas. Et le téléphone quand déjà عندهم, téléphone هنا مساحة أودان كانوا داوه déjà. Et mais toujours dans un bon esprit, الحق. Toujours dans un bon esprit, قال bon عطينا كان عندي مازال فتح تاع la voiture, تاع البيرو البورتفاي تاعي كلش عطيت لهم كلش الساعه الى اخره فوالا دونك اون باسي دون لا اون بروسيدور غارد ا فيو اي لا كونتينيو لو ديسكوسيون سكا 2 اور دو ماتان توجور افيك لو ريفيو سور لي كيسيون يانا با يو طونك سا لي كيسيون تاع لي ما نجاوبلهمش باسكو ما نجاوبوش عليهم باسكو بون لو طون ديكريغ يحبس يخرج يروح يشاور يعاود يولي الى اخره Voilà. Et donc, j'ai passé la nuit, بعد قتلت ما. Et ce qui avait étonné, c'est que ça avait coïncidé avec, en simultané avec l'arrestation de Khaled Darani et celle de Karim Tabou aussi. Hadi ma kouch ala bali. Oui, voilà. Ma kouch ala bali. D'ailleurs, j'ai échangé ma Khaled Khbelat. Martouche Khaled. T'as sahbik Khaled, on passait pas avec piston ma. Khaled, j'allais l'appeler, بعد قال لك ما تخرجوش من سجيت الانتخابات. Ah bon? Oui. Donc, c'est vrai que c'est pas le sujet de l'émission. Donc, voilà.
قضية رأي عام يعني اعتقال تاعك خالد. انا ما كنتش عارف بلي جا زرني غيلاس وليدي على الوحدة الفوندغودي جمعة. املا باجي جو فرانشمون هذه هنزع ما فهمتش. هما قالوا له بلي كي جا راح قالوا له قالوا لك شفت بلي باباك مليح ونضمنوا لك بلي راح يخرج اليوم. انت كنت متوقع انك تخرج نهار انا معك. قال انا من الكلمه تاع لوفيسي سوبيري اللي قال لي تخرج انا منه بون يا توجور ان بروبورسيون باش ما تكونش صح مي امنتو امنتو بلي نخرج. الحقيقه ما كنتش نشوف علاش جو سوي ديجا سو كونترول جوديسيير حبوا يدخلوني الحبس يسوفي جوست دو شانجي لا ديسيزيون لا ريان جوست انستركسيون لا دوزيام شامبر. Bon, je suis pour un article. Il y a le Hakma Tosel Kam, le contrôle judiciaire pour le monde à Makala. Oui, donc, bien sûr. Allez, Nash. لكن انا في الدوله التسلطيه وقرارات تعسفيه وما كاينش استقلاليه القضاء اذا تقدر تنتظر كل شيء. والرئيس عبد المجيد تبون كي في encore une fois le un procès public contre un journaliste donc ça peut arriver contre moi aussi. alors que القانون يحمي الصحفي في المفروض انه يحمي الصحفي مفروض مكتوبه يعني الماده 141 فوالا تحمي. كي سمعت باللي كان باللي راه جاري خالد دراني وي في عنتر وباللي توقفوا المكان في موقع مجهول كريم طابو طرحت على نفسي سؤال اللي كنت نطرحه يعني قلت تكلمت طرقت له مع الكولونيل قال سي سي كوا لوبورتونيتي دو فير كو فيني دو فير دو ماريتي جوست عرضت لي جورناليست اترانجي مي دو سافوار كي افي انكور دوتر فيغور كونو ولا دي جورناليست كونو ولا كي ايتي ان ديتونسيون. ما هو بيت القصيد فوالا ما هو البيت القصيد سي اون فري كيسيون سي اون جوسكا مانون جي با دو ريبونس جي ريديجي ان كومونيكي جي با دو ريبونس باسكو ما كانش مستجدات في الملف يمسنا حنايا يمسني انا كصحفي ولا كناشط مواطن ملتزم الى اخره ربما ينشط في بعض الفضاءات الى اخره ما كانش كان لم يقولوا بالعاميه كما نقولوا يقيسوا الحمه تاع لوبوزيسيون ان بو ما فهمناش ما فهمتش انا قضايا تاع التمويل تاع راديو ام قضايا علنيه قديمه. راديو ام بينيفيسي دو ابتكار الفورماسيون بور دي جورناليست كي اون اميلوري لور كاباسيتي دو ويب جورناليزم ان 2015 او ميم تيتغ دايور كو لا راديو الجيريان لا راديو الجيريان اي جي لا فام اي واسمو اي الخبر سور سور ان اوتر سور لا ترانسفورماسيون نوميريك دونك le crowdfunding, le prix Ali Bey Boudoukha, كل عامين كي ريكومبونس الميغ ارتيكل دانفستيغاسيون معروف علنيا انه ما نقدرش يكون سبونسور هو اللي يعطي المكافاه لانه الارتيكل بو توشي ان سبونسور دونك سا بو با ان سبونسور. الجمهور هو اللي بالمشاركه تاعو بالتمويل المتشارك ولا تشاركي هو اللي يسمح لنا نعطي الجائزه للنائل عليها. هذا ما كان دونك جي دوني ديكسبليكاسيون سور سا سورتو الغيست يافي دي كيسيون bon sur lequel il y a aucun fond de vérité et donc ça s'est arrêté là et le سؤال يبقى مطروح علاش في ظرف كيما هذايا نوضوا زوبعه مثل هذه انا ما افتخرش بها بس شو كومون بيني comme notre pays, c'est l'Algérie. Il y a des journalistes qui viennent pour parler des questions sociales, pour qu'ils voient comment vit le peuple algérien, ou quels sont les attentes, ou quels sont les attentes, les attentes, etc. Ils trouvent leur voix, ils couvrent في قضية قمع تاع الناس من المفروض ما يديروا نفس العمل سيتي بريفو البارح نخدم واليوم نخدم وي فوالا الوغ كو لي ميديا اترونجي راهم يخدموا باش نعاونوا لنا في مواقع التواصل الاجتماعي ناس ربطوا الاعتقال تاعك وخالد دراني ولا شتا كريم طابو بالانتخابات التشريعيه وقالوا انه ربما عندها علاقه بالانتخابات التشريعيه ربما مش يمنعوكم انكم تعبروا عن ارائكم. C'était un raccourci facile à faire. مبالغ فيها نظن نقدر واحد يقدر يفكر باللي هذا هو الحساب تاع الجهات الامنيه اللي قام اللي خدات القرار انها توقفنا لكن مبالغ فيه يعني نسبه المشاركه ما راحش تنلعب في 24 ساعه يا سيغا دون ليستوار و سا سو جو ان فوت تو خلاص على بالنا شكون باللي الجزائريين اللي ما راحش يصوتوا القرار تاعهم خداوه واللي راح يصوتوا القرار تاعهم خداوه. اذا ماشي نداء تاع جهه من الجهات النشطاء الى اخره اللي راح تغير لا دون نظن دونك لي زيفي نيجاتيف اكبر من الشيء اللي تقدر تسكت الناس وتسكت الناس الصحفيين الاجانب راه ما بيناتنا حنا الشيء اللي مضاري نقولوه رانا نقولوا فيه دونك اون اوري توندونس ا بونسي كو سا سري ان
un centre en retrait voilà qui viendrait d'ailleurs quoi. سؤال مطروح انا نقدر يعني شوف واحد اللي حاب يشوه الجو قبل الانتخابات ويخلي الناس تتكلم على قضيه جانبيه بالنسبه للانتخابات الا وهي قضيه القمع نظن ما يديرش حاجه مغايره من هالشيء اون اوري با في اوتر شوز سي تري تري بيرتوربون انا جي با لابيتود دو جو سوي با ان كومبلوتيست جو سوي با مي دون اون افير كيما هذه جو مضطر اني نطرح على نفسي اسئله علاش هذا في الظرف هذا طرحت على الكولونيل قلت له واش وراه الطابع الاستعجالي في الاعتقال تاعي حبيت نطرح عليها الاسئله هذه تخلي الانتخابات يعقبوا حتى دير لي استدعاء نجي مليحه عليك نجي دارك الوطني دير لي استدعاء نروح له يا بنا نجي مليحه عليهم خير يعني كي سوا ابخي الانتخابات علاش هذا الجانب اي دونك هي ان ان فري بوين انتيروغاسيون اسكو كان جهه حبت تعكر الجو باش تضر جهه واحده اخرى علاش مشاكل داخليه داخل جهازات اجهزه الامن داخل السلطه الى اخره لحد الان نقطه استفهام ربما في الايام الاتيه تبان الامور تتوضح لكن الشيء اللي صرا بين الخميس والجمعه مع هذه العمليه نظن باللي ضر كثير المسار كان مضرور وشي اللي صار اليوم نسبه المشاركه الى اخره والاحداث اللي صارت في عده ولايات نعم البويرة اللي كانت هناك مناوشات بين المتظاهرين اللي حبوا يعرقلوا ويغلقوا مكاتب الاقتراع والشرطة سينو دي بون نوفيل بور راديو ام لازم نكملوا نخدموا نفرضوا نفسنا بالخدمه هذه هي بالمهنيه والخدمه هذه هذا هو الشيء اللي يسمح لنا نقدر نحل ندافع على خط افتتاحي مستقل اللي يتكلم يعطي الكلمه الكامله للناس اللي يغطي كامل الاحداث ماشي برك الاحداث اللي تردي السلطه اللي يبقى مفتوح للمجتمع للتطلعات تاعو الى اخره نظن بلي بلوس كو جامي سي سا لا ريزولوسيون كي فوا افوار اون طونك اون سو دووا دو لو فار بور سو كي نو سويف دايور اون فو ريمارسي دو نو سويف راتاكم Saha, suivez-nous. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui ont aidé ma famille, qui ont aidé nos médias, qui ont aidé l'équipe de Radio Maghreb Émergent, Fadr Fadr Saïb, l'Ouawis. Encore une fois, c'est beaucoup grâce à cette campagne-là que je pense être ici parmi vous. خيرك سبق احسن القاده مدام زي ميسيو ميرسي بوكو يعطيك الصحه ميرسي مازال دائما على ما راناش ساكتين موضوع الانتخابات التشريعيه بقاو معنا فاصل الموسيقي ونعاود نولوا عودة مجددا لما راناش ساكتين في هذا العدد الخاص للخاص للانتخابات التشريعيه باش نسمعوا ارائكم حول ما يحدث او حول ظروف الاقتراع لهذا اليوم المهم نعم مهما اختلفت الاراء حمد دوش ناصر مرشح لتشريعيات عن حركه مجتمع السلم ومعنا على الخط اهلا مرحبا بكم اهلا وسهلا ولكن انا غير مترشح كاين مشكل يعني في الاتصال سمح لنا استاذ حمد دوش نعم انا يعني قيادي في حزب حركه مجتمع السلم ولكن غير مترشح نعم غير مترشح جميل نعم يعني تسمع فينا حمد دوش نعم اسمع يعني لم تشاركوا في 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 الانتخابات هو ما راهوش مرشح نعم كشخص فقط غير مرشح نعم نعم بالطبع نعم اعطيني ربما ما هو رايك في مجريات الانتخابات نهار اليوم لحد الان شوف يعني هذه الانتخابات هو شيء طبيعي ان يقع حول اي موعد انتخابي اختلاف وجهات النظر نعم. السياسي منها نعم. وهذا موجود يعني في اعرق الديمقراطيات في العالم سواء من حيث الموقف من المشاركة أو المقاطعة أو من حيث أو من حيث المقاربة السياسية في التغيير بين اللجوء إلى الانتخابات في التغيير أو وجود مشاريع سياسية أخرى بالنسبة إلينا يعني من حيث المؤشرات السابقة سواء من حيث عملية جمع التوقيعات أو من حيث عملية يعني التجمعات الشعبية ومجريات الحملة الانتخابية فإن حركة مجتمع السلم أثبتت وجودها الشعبي سواء من حيث الحضور الإعلامي أو من حيث تجمعات شعبية أو من حيث العمل الجواري المباشر على مسافة صفر مع المواطن هذه المؤشرات القوية الأصل تضعنا في الصدارة في نتائج هذه الانتخابات لحد الآن الأجواء طبيعية والانتخابات ماضية ويعني ما
هل هو طبيعي ان يتواجد اكثر من 220 انسان في السجون في هذا الظرف؟ يعني انتم تقولون انه الاجواء طبيعيه. شوف، لا يمكن الخلط بين الملفات. اكيد ان اي تجاوز موجود هذا لا يبرر إيقاف العملية الديمقراطية أو العملية. هذا ليس خلط سيدي الكريم، لأنه يعني البرلمان يجي لكي يمثل الشعب، وإذا يكون شعبي في السجن لأنه قال شيئا ما أو عبر عن نفسه، هذا ليس خلط، هذا يعني ترابط وتلاحم كبيرا إلى أبعد حد ممكن يعني. نعم، أنا بالنسبة لي ماشي خلط. لا يعني وجود إذا كان فيه هناك تجاوزات، نعم، أي طرف كان، نحن لا نبرر لأي جهة أخرى أن تقع في هذه التجاوزات، وهذا التجاوز قد يقع سواء من مؤسسات رسمية وقد يقع حتى من الأفراد أو الأحزاب، نعم، أو المنظمات. فنحن لا نبرر لأي تجاوز، والأصل أن القانون يأخذ مجراه الطبيعي، والأصل أن سيادة القانون تكون فوق الجميع، وإن كانت فيه تجاوزات لابد أن تكون هناك محاكمات عادلة وشفافة، نعم، ويصارح الرأي العام بحقيقة ما يجري. ولكن بالنسبة إلينا يعني حتى بوجود هذه التجاوزات من أي طرف كان، بالنسبة إلينا هذا لا يبرر توقيف العملية الانتخابية واللجوء إلى الإرادة الشعبية عندما تختلف المشاريع السياسية. في العالم كله يذهب إلى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية، وأن يعني التغيير هذا هو التغيير الآمن والأقل كلفة بالنسبة إلينا في تحقيق مطالب الشعب بالتغيير الحقيقي. نعم، يعني لا توجد مرجعية أخرى يمكن أن نحتكم إليها عندما تختلف المشاريع السياسية سواء بين الأحزاب أو بين الأحزاب والسلطة أو بين القوى المجتمعية. في العالم كله يحتكم إلى الديمقراطية وآليتها وهي الانتخابات، وأن الشعب الجزائري هو الذي يفصل بين الرجال وبين الأحزاب وبين المشاريع السياسية. ولكن من بديهيات الديمقراطية هو أنه يمكنك التعبير عن 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 فكرك أو عن حسك السياسي، وهذا غير ممكن، أو يعني غير ممكن، ما قدرش نقول غير ممكن، وإحنا رانا نهضروا بطريقة يعني بكل حرية في هذا البلاطو، تما ما عنديش ضروة، ما عنديش، أنا ما قدرش نقول بليك ما غير ممكن، ولكن شفنا الناس يعني دخلت الحباس لأنها عبرت عن نفسها، دونك ولكن هذا ليس حكم مطلق، الأمور كلها نسبية، كما توجد هناك يعني هناك تجاوزات ضد حرية الرأي والتعبير والمساس بحقوق الإنسان وغيرها من الحريات العامة الفردية والجماعية. نعم، نحن كذلك يعني سجلنا ونسجل مواقفنا في هذا الجانب، دائما نندد بهذه التجاوزات سواء في عدم اعتماد الأحزاب أو الجمعيات أو ما إلى ذلك، لكن بالمقابل هناك حريات أخرى والناس تمارس حرية رأي وتعبير وعندها أحزاب ولديها حرية في المواقف السياسية سواء بالمشاركة في الانتخابات أو بمقاطعتها. فهذه كلها حريات، لا يمكن تخوين المتبادل لا بين المشارك في الانتخابات طبعا ولا بين المقاطع لها. طبعا لا تخوين، يعني ما كاش تخوين، كلنا جزائريون أو أولا وقبل كل شيء. السؤال الأخير أميرة لو سمحتي، راح لي السؤال أستاذ حمدادوش، فقط باش نعود، أنا ماذا بينا نعود نولي الحملة الانتخابية اللي شهدنا خرجات ومواقف يعني غريبة لمترشحين ورؤساء أحزاب، يعني وشفنا أنه أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كاين اللي وصفها ب يعني بالمهزلة، كاين اللي يشوفها أنها فقط طريفة ويعني طريقة لمخاطبة المجتمع الجزائري. ما هو تعليقكم في الموضوع؟ والله شوف، هذا يعني هذا التنوع وهذا الثراء وهذا الاختلاف سواء من حيث المستوى السياسي أو من حيث الخلفية السياسية أو من حيث المواقف السياسية، فيعني هذا هو واقع العملية السياسية في الجزائر وهذا واقع السياسيين في الجزائر. فكما أن هناك يعني مستويات عالية وراقية في المدرسة السياسية في الجزائر، هناك كذلك يعني هذا النوع من يعني المستوى، خاصة في انتخابات مفتوحة على نمط انتخابي جديد الذي يهم كل واحد يتحمل مسؤولية خياره السياسي. والأصل أن الشعب الجزائري هو من يفصل بينهم وهو من يقيم
يعني مثل هذه الخرجات وهذا المستوى السياسي لكل حزب أو لكل مترشح. هل يمكننا ما تشوفش انه هذا ربما اسمح لي انس ما تشوفش انه هذه الحملات الانتخابيه ربما يعني تاثر بالسلب على نسبه المشاركه وربما تزيد من نسبه العسوف بالنسبه للشعب المواطنين الجزائريين، خاصه انه ربما هذه تلطخ صوره كل من يشارك في هذه الانتخابات التشريعيه. نفس السؤال مع اميره جوست، يعني جو لو ريفورمول مي سي لا ميم ايدي. هل يمكننا يعني تفسير العزوف عزوف الكفاءات عن الخوض في هذه الانتخابات وتخلي يعني تفتح باب للفولكلور هذا اللي انا نشوفه فيه كامل ولقلة الكفاءات؟ لا يمكن تعميم الأحكام، لا يمكن تعميم الأحكام. الانتخابات هذه متنوعة، شاركت فيها كل المدارس السياسية ومن مختلف الخلفيات الفكرية والإيديولوجية، والترشحون كذلك متنوعون ومختلفون، ليسوا كلهم يعني كلهم بذلك المستوى المتدني. هناك كفاءات وهناك تجارب وهناك يعني مستوى عالي وراقي جدا من المترشحين وفي مختلف الأحزاب وفي مختلف القوائم الحرة. لا يمكن أن نعمم الحكم بأن أو نحكم على أفراد معزولين أو على نماذج معزولة أننا نعممها على كل الأحزاب أو على كل المترشحين. لا نعمم، يعني كاين اللي عندهم مستوى راقي كيما من جيلة فام، كاين صحفيين عندهم مستوى راقي ولكن يستقصوهم على البرامج يقول لك أنا لست مطلع على هذا ولست مطلع على ذاك. يعني مملوك أن يكون كاين نيفو وكاين يعني كفاءة، البرامج ليست ذات كفاءات يعني. نعم، ولذلك يعني الشعب الجزائري هو صاحب الإرادة في تقييم الأحزاب وتقييم البرامج وتقييم المترشحين، والحكم على هؤلاء جميعا يكون عبر الصندوق عبر الانتخاب وليس بالآراء الانطباعية. نعم. سواء كانت الآراء الانطباعية الشخصية أو الإعلامية أو الآنية، فلذلك شيء طبيعي يكون هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا التباين في المستوى، وهذا موجود في كل ديمقراطيات العالم. لا ينتظر المثالية المطلقة في الحزب أو المترشح أو البرنامج حتى نشارك أو نقاطع في هذه الانتخابات. طبعا أستاذ، هل تظنون أن البرلمان الجديد سيكون مغاير على البرلمان القادم، في حين البرلمان القادم ما كانش عنده حتى يعني قوة اقتراحية، يعني في من في هرم السلطة هو يعتبر أنه موظف وما يقدرش يمد اقتراحات ليست لم تكن له أي قوة اقتراحية. هل تظنون أن هذا البرلمان الجديد سوف يكون مغاير؟ شوف، هو كل ذلك مرتبط بمدى مصداقية هذه الانتخابات وبمدى شفافيتها وعكسها للإرادة الحقيقية الفعلية للشعب الجزائري. مهما كانت نسبة المشاركة ولكن مصداقية الانتخابات، نزاهة الانتخابات، حقيقة الإرادة الشعبية هي التي ستعطي مدى المصداقية والقوة لهذا البرلمان أو لا. نعم. لذلك العبرة أولا في مدى مصداقية هذه الانتخابات ونتائجها، ولكن في ظل النظام الدستوري، في ظل الصلاحيات الموجودة، طبيعة النظام السياسي في الجزائر، نحن في ظل نظام رئاسي، أكيد البرلمان صلاحياته متواضعة. نعم. ولكن العبرة ليست في الانتخابات التشريعية في حد ذاتها ولكن في نتائجها. نعم. أولا مدى عكسها للإرادة الشعبية، ثانيا نريد طبقة سياسية جديدة مبنية على هذه الانتخابات ذات المصداقية، وثالثا على الأقل تكون مؤسسة تشريعية على الأقل تعكس هذه الإرادة وبناء وهي مبنية على مصداقية هذه الانتخابات. لكن الأهم في هذه الانتخابات في العالم أن الانتخابات التشريعية لديها آثارها المتعدية بما فيها الحكومة والبرنامج الحكومي ومدى يعني تنفيذ هذه البرامج على مستوى الحكومة. في الأخير البرلمان هو سلطة تشريعية فقط وليس نعم. تنفيذية، ولكن العبرة ليست في الديمقراطية في ذاتها ولكن في التنمية وخاصة التنمية الاقتصادية. ولذلك نحن نتوقع في رؤيتنا السياسية لحركة مجتمع السلم أن القوى السياسية التي تفرز هذه الانتخابات تذهب إلى حكومة توافق وطني، حكومة وحدة وطنية، يكون الحوار عبر البرامج، برنامج سياسي واقتصادي. نعم أستاذ، تفيد هذه الحكومة التي تعكس نتائج الانتخابات. أستاذ حمد دوش، وقت الاتصال محدود، بما أنك تحدثت على مصداقية هذه الانتخابات، تحدثت كذلك عن عملية الفرز، يعني احنا كنا لاحظنا مثلا مع ليندا عبو اللي غطات منطقة من مناطق الجزائر صباح اليوم، وقالت أنه
انه كاين بزاف المقترعين واجهوا صعوبات فيما يخص طريقه الانتخاب. الشيء كذلك نفس الشيء لوحظ في من طرف العمال اللي يعملوا على تنظيم الانتخاب، وربما هذا الشيء راح يأثر على عملية الفرز اللي راح تكون معقدة يعني بطبيعة هذه الانتخابات التشريعية. هل لاحظتم انتم؟ نعم نعم اكيد ان نمط الانتخابات الجديد يختلف على النمط السابق، واكيد انه فيه صعوبة خاصة بالنسبة لكبار السن او بالنسبة للاميين. اولا عدد القوائم كبير جدا، عدد المترشحين كثر، التصويت يكون يعني بالشطب على المترشح، اكيد انها يعني عمليه صعبه نوعا ما. ولكن في الاخير يعني عندما تتوفر الموارد البشريه والوسائل الماديه حتى عمليه الفرز الاصل تكون سهله على مستوى كل مكتب وكل مركز وكل بلديه، وبالتالي مهما تتأخر النتائج ومهما تكون العملية شاقة، ولكن بالنسبة إلينا العبرة في مدى نزاهتها ومصداقيتها ومدى عكسها للإرادة الشعبية. كل نمط انتخابي له ما له وعليه ما عليه، لأن الديمقراطية في الأخير هي تجربة بشرية وهي اجتهاد بشري لا يملك الكمال المطلق، ولا يعني حتى في الدول الديمقراطية ولحد الآن لديهم اختلالات في العملية الانتخابية وهناك خدش للعملية الديمقراطية، وشاهدناها يعني حتى في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من التجارب في الأخير، لأنها تجربة بشرية لها ما لها وعليها ما عليها. ولذلك كما قلت العبرة في القيم السياسية في مدى النزاهة والمصداقية لهذه الانتخابات. أما التفاصيل العملية الانتخابية عدد القوائم كثر، لكن لما يكون مشكل في الفرز تاع يعني فرز النتائج راح يكون يأثر على النتائج، وبالتالي راح يكون مشكل خلط في النتائج. يعني ربما يقدر يكون لا لا يمكن يعني لا يمكن أنه يقع يعني النمط الانتخابي هذا ليس مبررا للطعن في العملية الانتخابية وعملية الفرز، لأن نعم. عملية الفرز واضحة أولا نعم. فرز القوائم، وبالتالي يظهر كل حزب كم سيتحصل على كل مقعد في كل ولاية أو في كل دائرة انتخابية، هذا أولا. ثم بعد ذلك يتم عملية الفرز داخل القائمة الأولى داخل القائمة الواحدة من يحق له الحصول على هذا المقعد أو ذاك، فالعملية نعم. واضحة وصريحة، يعني حساب للقوائم ثم حساب للأفراد، ونحن لسنا نتكلم عن الكمال لأن الكمال لله وحده. شكرا جزيلا أستاذ حمدادوش، شكرا. بارك الله كل التوفيق لحزب حركة مجتمع السلم في هذه التشريعيات. Alors mes amis ou la mes collègues de Radio M m'informent que les wilayas du sud ont enregistré le plus haut taux de participation jusqu'à 13h, notamment à Tindouf 36,12%, Ngazem 34%, 34,76% et Ilizi qui enregistre 34,58%. Les wilayas de Tizi Ouzou et Béjaïa ont enregistré le taux le plus faible de participation avec respectivement 0,47% et 0,76% d'après l'ANI. Tu sais pourquoi dans le sud c'est le taux de participation le plus élevé, Amira? Parce qu'il n'y a personne pour vérifier. Mourad Mokran, je suis d'accord avec Ihsan s'agissant du but recherché par les arrestations, tous azimuts, le mettre sous projecteur, le caractère autoritaire et répressif du pouvoir en cette occasion. نروح لفاصل موسيقي صغير ونبقاو معنا. مازال عندنا دقائق، عندنا اتصال ولا اتصال، نحاولوا يعني نوروا اتصال. En tout cas, avant de quitter, il faut qu'on regarde Bengrina, s'il vous plaît. نروحوا بما انه راح يكون فاصل صغير، نروحوا نشوفوا لي تصريح دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي لبنغرينا رئيس حركه البناء، حزب حركه البناء. ياسي واذا تحب الكومودوس هذا احيانا يفشل، لازمنا نطلبوا من صيدال تنجز لنا وتجيب لنا واحد الدواء جديد يسموه الفياغرا السياسيه للتنشيط السياسي، باش هذا الكومودوس عندما يفشل ياكل الحبه نتاع الفياغرا السياسيه يتنشط سياسي. مواقع التواصل الاجتماعي لنهار اليوم، هل من متصل الفريق التقني؟ هل من اوكي بوز ميوزيك صغير ونعاود ندولو
On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour la dernière petite parcelle de cette émission spéciale élections législatives avec Amira Boujma et toute l'équipe technique. Bonjour. مرحبا بكم توما جايين عندنا وين راكم توما رانا عندك وين مرحبا بنا الجي استو الجي راني مرحبا بنا في الجي لا مدام ابو مزرك صوتي اليوم ولا لا واش صوت اختي على من صوت بصح على من على بنقرينا بنت على بنقرينا يا اختي واش نقول لك مستوى باش نقول لك ما كان مستوى ولا لا هذاك لي سيليكسيون على فراز ولا ماش كاش مستوى ما كاش قاعد وعلاش ما كاش مستوى في رايك مدام بومزرك جمله شو نقول لك جمله مزقمه ما يعرفوش يديروها وحنا شو نقول لك حنا ماناش نحسوا باش نصوتوا حنا حابين نبنوا دوله فهمتي اختي علاش حابين شو نقول لك حابين نبنوا دوله شو نقول لك فيها القانون كل واحد شو نقول لك يدي حقه حنا حبينا دوله مدنيه فهمتي حبينا شغل سيباراسيون دي بوفوار يعني السلطه التشريعيه عندنا سيباراسيون دي بوفوار يعني السلطه التشريعيه سيباري من السلطه التنفيذيه وي وقضاء المستقل وحدي استقلالية القضاء وحرية الصحافة هذا وش هذا أسس ديمقراطية يعني هذا الشعب شو يحوز فهمتيني الشعب هذا شو يحوز اسك هادوك شو قولك هادو يقدروا يديروا هادو معاندة هادو مع هادوك شو قولك جاولهم انا واش راني فاهم يعني لو غوفرنمون نيدا ماش قام وانا نشوفوها يعني كي جي بارلي انا ان بوليسي خطرا واحسان دابري سكي نو راكونت يعني لو غوفرنمون ما يامنش بالديمقراطيه يقول لك الشعب الجزائري ماشي جاهز للديمقراطيه تما لازم ندير له نظام شمولي يعني ونوري له العصا يعني العصا اللي من عصا بومدين يعني لو 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 حسبت لهم الشعب ما يسهمش حسبت لهم الشعب أيوة. ما يقراش حسبت لهم شو شو العالم شو يسمع يعرفش السياسه الخارجيه ما عرفوش العالم شو صاير فيه زيك شو يصير يعني على بالو الشعب شنو جاهل هو الشعب شنو كل فاهم وعلى باله بكل حاجه فهمتني هما حسبت لهم حنا رانا مستقنيين ماناش مستقنيين انا كش نقول لك انا وانا نشوف وانا نشوف كل حاجه فهمتني خويا ما راهم عايشين كش نقول مازالوا عايشين كش نقول ليزاني كش نواغي بلون مدام مزرك قولي لي وشنو هما التوقعات تاعك حول نسبة المشاركة في نهار اليوم بما انك انت ما صوتتيش اختي ما كاش كاع ما راحوش كاع نصوتاو كاش كاين غير كشقوك تاع مصالح وكشقوك اللي عنده مصلحة كشقوك اللي راه هذا ما كان الانسان كشقوك اللي يحب بلادو يفوطي هادو ما اختي ما يفوطيش عليهم نعم شكرا على الاتصال ميرسي مدام يعطيك الصحة الى اللقاء بون كوراج مع السلامه حاولوا نستقبلوا اخر اتصال لي عدد اليوم كاين بزاف ناس عم يحاولوا يتصلوا بنا نزيدوا لكم 3 دقائق لي عدد اليوم نحاولوا نستقبلوا اخر اتصال بقاو معنا فاصل موسيقي لحقنا لنهايه عدد اليوم يعطيكم الصحه كل واحد شارك معنا حاول يتصل بنا كل واحد كتب لنا اون كومونتير حمزه Merci à toi Amira, l'équipe technique, tous ceux qui nous ont suivis, les qui nous les commentaires, les partages au Kamel le live, les votants ou les ma votants, tous les Jazaïriens, nous on attend inchallah برك Jazair kafaat ou laisset Jazair nizam choumouli. نذكر برك انه ابقوا على راديو ام لانه كاين حصص اخرى زميلتي راح تنشط زميلتي ليندا عبو راح تنشط بلاطو خاص كذلك سهره اليوم حول الانتخابات التشريعيه دونك قعدوا معنا الى اللقاء مع السلامه Thank you.